بشير هذاك ولد الدار وذراع الشيخ اليمين، ماهوش يبراني. اش تقصد؟ نقصد فيه شورب اللي ملي حط سيقه في الدار هذه والمشاكل هبط عينك الشتاء. نحي السكين ويجي نتحاركوا راجل في راجل. تعاركوا راجل في راجل كي تولي راجل اما انت ساقط وغدار. شورب؟ شو عملك؟ بعد ما ربيتوش انت مش نربيه انا. بعد لا نذبحك معاه. سايبه علي. ساقط يا امي. سايبه ما تمسخش يديك. مش انت كنت تقول نحن باندية أما ماناش قتلت رواح. بعث معنا واحد في الليل ورانا الدار. شكون؟ اسمعكم واحد. شكون؟ بجير البجير الشيخ اللي كان واحد من رجاله خاصة أنا يتمسر بطل كله يعقف. اليوم في جرد واحد كل شهر تبيعنا الناس الكل فاش خير مني انا شورب. اي جماعنا كوميسار حشتو بيه. كوميسار حشتو بيه في الوقت باش يقصر بيه الليل. ماشي وغادي طبعا. اهلا وسهلا. سيدي الشيخ عرسلو علاش ما تاخذلوش امراه؟ وشكون اللي باش ترضى بثور مسيب كيما البشير؟ الف مره تتمناه ساعة محليه بشير. انا نمد الشلوم وناخذ متاعي وهو يعطي الشيخ صالح. هو الشيخ صالح هو الشيخ صالح هو هو المسؤول على كل شيء. حبك تكون عيني عند الشيخ صالح ما يساعدكش انت تشد بقعته ونجيبوه هو على برا. سامحني يا شيخ سامحني سامحني غلطت معاك ما عادش نعاودها. سامحني. قدك مدام عبيد عاود جيب شورب للمركز حاجتها بيه. ايوا علاش تحب تقابله هوني ما يتقابلوا في بيروها؟ باش يبدا على بينا من مان يا يقبل اللي باش تقولوا له يا يتحط في قلب. قل علي يرد باله من بشير راهو تعارك اليوم الصباح مع الشيخ وخرج متحلف عليه. كل شيء وصلني فما كل شيء وصلني في بالي بيت البارح المغرب عند شورب. السلعه اللي تجي لشلومه جيب له فيها واحد من رجال الشيخ. رجال الشيخ قصدك بشير؟ هاك فهمت تو تبعني مليح تسقسيلي من عنده إذا كان الشيخ صالح وشلومه يخدموا مع بعضهم ولا لا. راني نلقاك فرحانة زنس فرحة زنس فرحة زنس فرحة زنس فرحة كبيرة. هذه ولا ذاك؟ أنت يا حاجة بريمة باش نوريها لك ما تصلح كيف في يدك. شفت الخاتم؟ شفت ما شابه زمني من البريمة زادة. يا ولدي هذا خاتم رجل خالتي جاكوب. ما خذيتوش من عند جاكوب خذيته من عند واحد في الربط. جاكوب ميت راه ونبشوا له قبره. ارضى علينا يا لامي ما رانا فرح الكلوب ياما زماني مقلوب بيدك ضرب ومضروب ذيبو حكم وكلب مقلوب مرة عشي ومرة مطوب وما مشينا بنسيح مرة غلب ومغلوب نمشي رجلة وبعين صحيح. ارضى علينا يا لومي مرانا ولاد الصغار. علينا يا لومي مرانا ولاد الصغار. علينا يا لومي مرانا ولاد الصغار. ياما ولادك مظلوم ومحبوس وراحتك ياما ولادك محروم ويتمنى في حياة جديدة ياما وينو المشموم لقيت الشوك وما لقيت وريدة وش بيه القلب مهموم
ويشوف الفرحة بعيدة. يوم راني لكتيدة لكتيدة زنزن في السندة لنزن في الزنزانة كتب تكسيدة لكتيدة لكتيدة زنزن في السندة لنزن في الزنزانة كتب تكسيدة. هديت على والدي ولا بات لا بات تواجب الداية الداية أغريت أمي وبكات أغريت أمي وبكات قالتنا الواجب الغاية يا سلم لي على وينك يا هم؟ لا بيت من بكري السنة وفيك راه سمكت برق لي في عينيك. اسمعني انت هنا تخدم عندي وفمك ساكت كبيتو شبيك تسيح علي مولا باسة تخسر وتفش غلك فيا. انا مني جنات متاعك انا افانتي. ايا مالا افانتي للوج وقت مسروح كتير طرح افانتينا يا علي يا علي خيوم ماشين امشي واسكت نهار ذي لي مدة نستنى فيه شني امشي واسكت ذي مش دخلني الجبان يا علي استنى انا شني استنى علي جيتك واسكت يا علي بابا سامحني ليا مدة ما جيتكش أما ما تبدل حد شيء كيما حبيت أنت ولدك راجل وقايم بالعائلة وأمي وأخواتي ما طيحت لكش كلمتك بابا بابا بنتك كبرت وجايين يخطبوا فيا بعد حبيت نشاورك ونقول لك راني مش نعطيها لواحد صاحبي راجل كيما الرجال اللي تحبهم انت ويسمع الكلام ويحبها وحتى فاطمة عاجبها وتحبها ليه ذاك هو بابا وتهنى بابا نجم ترتاح في قبرك هيا بخاطرك شنو علي؟ ياك خواف جبتني شنو خواف؟ أنا عطيش لأختي الواحد خواف راني شنو هي ما فهمتكش؟ ماك تحب تعرس ولا؟ هي غدوة أجيب أمك وش أختم غدوة نجي نختم ما تجينيش مكان مريول الأحمر بتاع تجارك نزيلة مريول الأحمر بتاع تجارك غدوة غدوة شنو هذا؟ هذا طيبته أنت ولا بنتك؟ الطفلة طيبات
عرفتو ماست لاست ما بلاده. طب وانت علاش ناديتني يا ريم؟ مش لي فاهم حد شيء. باه يا امي باش نطلب منك حاجه وتاخو بخاطري برحمه بابا لا تناقشني. باهي باهي باهي. تنظف الدار وتبدل حوايجك، تلبس حاجه مزيانه وتعمل شويه قوارص. عنا ذيف جايين نفرحوا بيهم. وبنتك هنا؟ هاي هاي في بيتها راكده. باهي، قولها تقوم تبدل حوايجها وما تخرجش الا ما تنادي لها. باهي باهي. الضيفه ذي نعرفها انا. ماني قلت لك يا امي ما تناقشنيش. باهي انا وعلاش نعمل فيها القوارص؟ برا. والطفله كيفاش الشومي؟ نشكمها ما نخليهاش تخرج. علاه يا امي هكا تو عليه؟ نشد واحد برا نمرمد وانا ندقدقو. تي ليه مش على حاجه نطيبوا لها فطور؟ انتي في الدار وعليه نسيقوا فيها كيدي. يا امي. انا. انا. بحول الله. ادخل. عيط لي شيخ. هاي ريحتك فاحت في الحومه انت. اش تقصد شيخ؟ قصدي واضح. مش وحده كيفك انت باش تيح لي قدري في الحومه. عليه؟ اش عملت سيدي الشيخ؟ سكر فمك، مازلت ما كملتش كلامي. اودو باش نعطيك الفتوح يعرس بيك. شنو؟ فتوح؟ عليه فتوح؟ فتوح بنته قدي. راجل وحداني ومرته عندها مده ميته، او كتتلهالو بوليداتو مازالو صغيرات، وعلى الاقل تعمل حاجه في حياتك تصلح. اي وعدك ليا. عليه مهبول انا ناخذ واحده تتطلفح في الشوارع من مخزن لمخزن؟ كلمه لا. واقلب وجهك من قدامي لنقتلك بتريحه اخرى. سيدي الشيخ بربي ما تعملش فيها هكا برحمه والديك، براسك النواره بنتك سيدي الشيخ. الا بنتي. رد بالك، رد بالك منه هكا، ما زلت تذكر على فمك. لسانك نقصهولك، نقصهولك. عينك عليها وجيب لي الخبر. حاضر بيبدا. شوف سلمى ما نحبهاش تدور بزينة. هنا سيدي الشيخ حطيت عليها العصا. سيدي الشيخ اش عملت في موضوع بشير؟ صيك سمحت وربي هديه وكاو. ليلي سيدي الشيخ نحكي على موضوع العرس، خلينا نمشي شكون باش تاخذوا. لاباس. من وقتاش انت تحكي معايا في المواضيع نتاع البشيره؟ حبيت نفكرك وبرا. أنا نحب لهني للدار هذه.